ليه رفض اليسوعيين الأرجنتينيين طريقة إدارة بيرجوليو للجامعة اليسوعية؟ وإزاي الرفض ده أدى لتقسيم الجماعة اليسوعية الأرجنتينية في منتصف الثمانينيات لمؤيدين لبيرجوليو ورافضين ليه؟ كان نجاح بيرجوليو وهو رئيس إقليمي للرهبانية وعميد لجامعة ماكسيمو اليسوعية قد تحول بعد ذلك إلى أن يصبح نقطة ضعفه، فبينما كان يدفع بقوة في اتجاه تغيير نمط حياة اليسوعيين وتحسين أوضاع الناس في منطقة سان ميغيل، تسببت سرعته ونمط التغيير الذي يسعى لتحقيقه في حدوث استياء شديد بين قسم من اليسوعيين في الأرجنتين. خلال سنوات قليلة تمكن من إنشاء كيانات مزدهرة ترسخت بعمق في المجتمع الأرجنتيني وفي حياة الفقراء، استناداً إلى الرؤية الإصلاحية للإرساليات اليسوعية الأولى وإلى نموذج القيادة الملهم والمؤثر الذي كان يتبعه. مع كل العمل الرعوي والرسولي اللي كان بيعمله الأب بيرجوليو رئيس الجامعة اليسوعية لتحسين طريقة تكوين اليسوعيين وخدمة الفقراء في نفس الوقت، واللي انعكس بقوة على زيادة أعداد المنضمين الجدد للرهبانية اليسوعية في الأرجنتين في منتصف الثمانينيات، ابتدى يتكون تيار بين اليسوعيين الأرجنتينيين رافض لكل اللي بيعمله بيرجوليو، سواء مع اليسوعيين الجدد جوه الجامعة أو مع الفقراء حوالين الجامعة. كان اليسوعيين الرافضين لطريقة بيرجوليو في تكوين اليسوعيين الجدد وخدمة الناس هم اليسوعيين اللي بين قوسين نقدر نقول عليهم أبناء الطبقة الغنية المرفهين، بالإضافة لليسوعيين اليساريين اللي كانوا بيعتبروا بيرجوليو محافظ ورجعي وتقليدي، واللي كانوا متأثرين جداً بالإشاعات والاتهامات اللي خرجت على بيرجوليو أثناء وبعد الحرب القذرة بأنه متحالف مع الدكتاتورية العسكرية، واللي كتير منهم كانوا بيدعموا يوريو ويالكس ضد بيرجوليو سنة 1976. كان بعض اليسوعيين مش جابلين بيرجوليو بسبب تخليه عن الإدارة اليسوعية لجامعة السلفادور وتسليمها للعلمانيين في بداية رئاسته للرهبنة سنة 1973، والبعض التاني كان رافض لبيرجوليو بسبب اعتقادهم بأن بيرجوليو كان بيقمع حريتهم في التعبير عن قضايا حقوق الإنسان وقت الحرب الأهلية، في حين أنه كان بيحميهم من الاعتقال. لكن كان الاتهام المباشر لبيرجوليو من جانب التيار اليسوعي الرافض ليه هو ان طريقة ادارة بيرجوليو للرهبانية اليسوعية ثم للجامعة اليسوعية في الارجنتين اهتمت اكتر من اللازم بالفجرة من غير ما يدور على سبب كونهم فجرة، بالاضافة لانهم ادعوا ان بيرجوليو بيفرض عليهم الاسرار المقدسة من غير ما يساعدهم على مواجهة السياسات اللي خلتهم يكونوا فجرة. التوتر بين اليسوعيين المؤيدين لبيرجوليو واليسوعيين اليساريين زاد، لأن اليساريين اتهموا بيرجوليو بأنه بيفسر الهوية اليسوعية الإغناطية في ضوء نظريته الشخصية، وبالتالي وبحسب وجهة نظرهم فبيرجوليو استبدل النموذج المتقدم في تجديد الرهبانية اليسوعية بنموذج رجعي مخالف لكبريائهم الشخصي في سعيهم لتطوير الرهبنة. اليسوعيين الأثرياء واليساريين شافوا أن بيرجوليو ابن الطبقة الأجل من المتوسطة أو الفجيرة ما بين قوسين من وجهة نظرهم، واللي ما كانش معاه ماجستير أو دكتوراه، اتهموه إنه بيقدم رؤيته الشخصية لإرث القديس إغناطيوس دي ليولا، وإنه ابتدى يدير الجامعة اليسوعية بطريقته الخاصة وبصفة خاصة مع استقطابه لعدد كبير من الدعوات الرهبانية الجديدة. في المحصلة أصبح بيرجوليو تهديد ليهم، لأنه ابتدى بطريقته دي يشكل مستقبل الرهبانية في الأرجنتين. بدأ اليسوعيين الأثرياء واليساريين يشوفوا جامعة ماكسيمو اليسوعية تحت إدارة بيرجوليو باعتبارها نموذج تقليدي ومتأخر لمعسكرات تدريب الكهنة الإبرشيين. في خطاب موجه لرئاسة الرهبانية اليسوعية في روما، لخص أحد اليسوعيين في الوقت ده مجمل الانتقادات اللي كانت موجهة للأب بيرجوليو. خلينا شارك حضراتكم بإيه اللي كان مكتوب في الجواب اللي راح للرهبانية اليسوعية في روما. لقد كانت إدارة منغلقة تماما، لا يمكن تصور ذلك. إنه يعرف اليسوعيين الأرجنتينيين على العادات الدينية الشعبية، إنه يأخذهم إلى الأحياء والمناطق المجاورة. لقد دمج الجامعة بالرعاية الإبرشية بالرغم من وجود كنيسة قريبة من المنطقة. باعتباره رئيسا لجامعة ماكسيمو فإنه من المفترض أن يكون أكاديميا، غير أنه كان كاهنا إبرشي. لقد أنشأ مجموعة كبيرة من الكنائس، وكان يشجع اليسوعيين الشباب على الممارسات الدينية الشعبية للناس الذين يمكنهم أن يذهبوا إلى الكنيسة مساء ويقبلوا صور القديسين. هذا كان معتادا لدى الفقراء، ولكنه ليس أمرا يفعله أفراد الجماعة اليسوعية، أعني تقبيل أو ملامسة الصور لنوال البركة. أنا لست ضد ذلك، ولكني أيضا لست مفضنا لذلك. هذه الأشياء لا تناسبنا، ولكنها أصبحت عادية في ذلك الوقت.
الجزء من الخطاب ده بيعبر عن شكل الخلاف اللي كان حاصل ما بين اليسوعيين المؤيدين للأب برجوليو والمعارضين لي. تفاصيل أكتر عن سر الخلاف اللي ابتدى يحصل في الجامعة اليسوعية في الوقت ده نقدر نلاقيها في كتاب طبيب النفوس. معاكم إبراهيم نايل.